اسمي الطرافي، اهلي بتلاقوني بقول صلاح ادريس. ياد ياد يا صلاح ادريس، جميل جميل جميل. ما قلت لي يا ابني انت اصلا مولود وين؟ مولود في مستشفى العيون قسم الحواجب. لا يعني ليه قسم الحواجب يعني تفتيحه كده يا ولد؟ خير تفتيحه، خير خير خير. كويس يا ابني، مولود في أتي يوم من ايام الاسبوع مثلا؟ يعني مولود يوم الثلاثاء، لكن انت ذاتك ولدك متى؟ يعني يوم الجمعة. كتاب يوم الجمعة إجازة. صح يوم الجمعة إجازة، صح والله. يا ابني مالك؟ ستموني، نحن طبعا دايرين نتعرفك أكثر وأكثر يعني. لو بالإمكان إنك ممكن تقول لنا نشيد جميل اسمه نشيد البطة على ما أعتقد. البطة؟ أيوة. يا سلام. ده اللي تسوي معي كده عشان نقوله. أنا أعمل معك كده؟ عايزين مشاهد، معلش. معلش يعني، اتفضل يا ابني. يا بطة. ايوه. لما مسكوك شعر راسك اتمطى، يلا خلاص. بس خلاص يا ابني؟ ده نشيد مسكول. صح ده نشيد مسكول. ايوه يا ابني. نديك نقطة عن البطة. سريع اتفضل يا ابني. في بطة بتجي بتعبها على طوال، تقول لي عندك ولح؟ يقول لها ما عندي. تاني جاته. حلو. قلت لي عندك ولح؟ قال لها ما عندي. تاني جاته. حلو. قلت لي عندك ولح؟ قال لها ما عندي، لكن لو جيتني تاني حاربه. اها. مشيت وجات قالت لي بتاع البغال عندك حبل؟ قال لها لا. قلت لها خلاص كده بلح. يا سلام، نكتة جميلة يا ابني، رائعة. يا ستموني. مالك؟ دارينك تدينا نشيد جميل، انا تخليت كل الاطفال اللي معانا في داخل الاستوديو حافظين النشيد ده. نشيد بيقول لما كنت صغير بلعب في التراب. ادينا نشيد يا ابني. بابا لبشتني الدسمة والشرب، جميل. مشيت للأفندي حتى أنا غلط حياب، جميل. يلا خلاص. بس خلاص كده؟ ها ها يا خا. نعم يا ابني. ما بقوله كده. الله الله الله، كويس يا ابني. بقوله كيف؟ بقوله أيام كنت صغير بلعب في الموقف، ماما لبستني البروفر والتيشيرت، مشيت للونكل اداني حاسوب وليه تقرا فرنسي وليه انترنت. يا سلام يا ابني. لا 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 يا ابني، هنا في التكنولوجيا يا ابني. انا زي